السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، صدق الله العظيم. أهلا بكم مشاهدي الجزيرة مباشر والجزيرة مباشر مصر من استوديو بعثة الحج أمام الحرم المكي الشريف، نصحبكم في هذا اللقاء عن روحانيات رحلة الحج مع الداعية الإسلامي الشهير دكتور عمرو خالد. أهلا بك دكتور عمرو. أهلا بك أستاذ أحمد، أهلا وسهلا. دكتور عمرو، في البداية غدا هو يوم التروية حيث نبدأ مناسك الحج بالفعل، يعني نبدأ هذا اللقاء بكيف نهيئ أنفسنا ونستعد لبدء المناسك روحانيا؟ يعني أولا كيف نهيئ أنفسنا؟ احنا الناس اللي موجودة السنة دي في الحج، احنا بنتكلم في 2.5 مليون تقريبا حسب ما أعلنت السلطات السعودية. أنا عايزك تتخيل 2.5 مليون أول تهيئة ليهم إن ربنا اختارهم. يعني أول التهيئة الشعور بالاكتباء، هو اجتباكم، هو اختاركم، الاصطفاء، إني اصطفيتك، فكرة الاختيار، فكرة تعال أنت، فكره انت قادم الي هذا العام، انت ضيفي، ضيوف الرحمن. كلمه ضيوف الرحمن في حد ذاتها صحيح. كلمه روحانيه، يعني ضيوف الرحمن، انت مش جاي ضيف على شخص ولا جاي ضيف على انسان، انت ضيف الرحمن. فهذه اول التهيئه، شعور ان ربنا اختارني لاحضر، اول التهيئه. التهيئه الثانيه ان غدا تبدأ المناسك، الناس كلها متجهة إلى منى، حتى الناس اللي مش رايحة منى اللي موجودة في مكة كله بيستعد ليوم عرفة، يوم المغفرة، يوم العتق من النار. المشاعر بين أشياء كثيرة، المشاعر بين معقولة أنا أستحق؟ يعني هل أنا أستحق أن يختارني ويؤهلني ليوم المغفرة ويغفر كل ما مضى؟ معقولة أنا قادم غدا إلى الله سبحانه وتعالى ليغفر لي كل ما فات؟ هل أنا أستحق؟ الملابس اللي احنا لابسينها دي والشعور بالاستسلام والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى، إن أنا فقير ضعيف، أنا مش كل دي مشاعر غدا. التلبية، لبيك اللهم لبيك، ومعناها بالمصري أو بالشكل البسيط، أنا جاي يا رب، أنا قادم يا رب، لبيك اللهم لبيك، أنا أجبت النداء، أنا جاي لك يا رب، لبيك لا شريك لك لبيك، أنا جاي لك لوحدك. أنا مش جاي عشان دنيا، أنا مش جاي عشان فلوس، أنا مش جاي عشان عايز حاجة من حد، أنا جاي عشانك. عشان كده بقولك لا شريك لك لبيك. طب ليه جاي لك لوحدك؟ علشان إن الحمد والنعمة لك والملك. عشان كده هقولك تاني لا شريك لك لبيك. هذا النشيد، نشيد الحجيج، وتخيل وانت سامع 2 مليون بيرددوا معك هذا، والعقل الجمعي زي ما بنسمع في علم النفس، ازاي انك بتسمع 2 مليون بيرددوا نفس الكلمة من حواليك. طب وش معنى انا كمان جاي يا رب، حتى لو مش مالي قلبك هذا المعنى. كل دي تهيئة. الصحابة كانوا بيقضوا غدا اللي هو ليلة يوم التروية، اللي هو ليلة عرفة، بيقضوها تخيل في حالة خشوع عجيب. يقول لك بعض الصحابة خايف، هل هيوديني عرفة بكرة؟ اخشى ان يحصل لي حاجة، يعني أنا كان ليا ذنوب السنة اللي فاتت، هل هيمن عليا غدا وأطلع الجبل؟ لأن لو طلعت حدثت المغفرة. النوع تاني من الصحابة شعور بالامتنان الشديد، أنت أكرمتني كتير قوي إنك هتديني النعمة دي غدا وتأتي بها غدا إلى يوم المغفرة يوم عرفة. شايف ولذلك يعني كان من الصحابة من يبكي في ليلة التروية، ليلة عرفة، يقضي الليلة باكيا خشوعا أو خجلا أو حبا أو حياء من الله سبحانه وتعالى. بعض الصحابة يقضي الليل قائما يقول شكر النعمة. بعض الصحابة لا تراه إلا يسبح الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لهذه النعمة. كل ده ردك على مشاعر الناس عاملة ايه، شعور بالذل، شعور بالاستسلام، شعور بالخضوع، شعور بالحب، شعور بالامتنان، شعور بالاصطفاء، شعور بالفرحة للقدوم على الله، شعور لبيك اللهم لبيك. دي انا مش بتكلم على مشاعري، انا بتكلم على مشاعر كل من موجود في الحرم الان وكل من بدأ يتجه الى منى غدا. يا شيخ عمر او دكتور عمرو، هل معنى ذلك ان هذه الاجواء وهذا الصوت الذي يخرج من 2.5 مليون حاج هو سيضعنا في الأجواء، هو سيهيئنا ويهيئ أنفسنا، أم يحتاج الأمر بعض الجهد منا أن نتحدث إلى أنفسنا، أن نقوم ببعض الأمور التي تجعلنا في هذه الأجواء أيضا؟ هو الاثنين مجتمعين أستاذ أحمد. يعني الأجواء العامة بتهيئك
بشكل كبير، بمعنى الزي واحد، كل الناس تلبس نفس الزي، الكلمات واحدة على اختلاف اللهجات والألسن والجنسيات. والجنسيات. وتخيل الأندونيسي والماليزي والإفريقي والعربي والمصري والأوروبي والأمريكي والأمريكي. والأوروبي، كلهم متجهين، المسلمين الجدد زي ما انتوا استضفتوا بالأمس، والذي منتقلين. ولد على الإسلام اللي استضفتوه النهارده، كله بيتحرك في خط واحد في اتجاه واحد بزي واحد، رجال ونساء بلفظ واحد. أي تهيئة أكبر من ذلك لهدف واحد، المغفرة، لهدف واحد يوم عرفة. هذا فدون الجو كله يجعلك خاشع، الجو كله يجعلك تلقي الدنيا وراء ظهرك وتقول له أنا جاي لك يا رب. لكن أيضا هناك جهد خاص، ولذلك فكرة التروية والبقاء في منى ليلة عرفة هي منى إيه؟ منى خيام وما فيش فيها اي حاجه تانية. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم من سنته الذهاب لمنى؟ ما نقعد في اي حته تانية، لا نقعد في جده ولا نقعد في مكه ولا لا، كأن الفكره اقعد مع نفسك انت، بكره هيتغفر لك. هذه النقطه يعني سنتحدث فيها، هناك نقطه اود ان اسال عليها، ولكن معنا اتصال مع الحسين محمود من مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. حسين حميد من مصر، احييك يا استاذ احمد. أهلا وحي الدكتور عمرو خالد، وبالقبول إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. وبعد فلي سؤال هام وخطير يا دكتور عمرو، ألا ترى أن الوضع بعد الثورات العربية يقتضي أن يكون الحج متغايرا ومغايرا لما سبق؟ بمعنى آخر، اسمي الحسين حميد ولست حسين مع حسن محمود. بمعنى آخر، كنت أود من علماء الأمة في هذا العام أن ينأوا بأنفسهم عن مخيمات الفسد والظلمة الذين ظلموا الشعوب والذين طغوا وبغوا. كنا نود أن يكون العلماء لهم مظهر هناك، ولكن يكون لهم مع عامة الشعب. ثم أقول لك يا ليتك تركز على الحجيج الذين يأتون فيقال لهم حجك مبرور، بمعنى آخر أن ترد المظالم إلى أهلها. ونحن نود أن تركز على الأموال والدماء المسلمين التي تهتك في كل مكان ولا قبل للشعوب بهؤلاء. وشكرا جزيلا. شكرا للحسين حميد من مصر. دكتور عمرو، عايزنا نعلق عليه ولا نعلق عليه اولا؟ يعني اولا انا عايز اقول لاخويا الفاضل السيد الحسين حميد، احنا جايين نحج وانا لابس لبس الاحرام، يعني انا محرم، واخونا الاستاذ احمد ابتدى اصلا البرنامج بالايه الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فانت بتطلب مني ان انا اتكلم عن علماء، انا مش هقدر اتكلم عن علماء لان انا محرم، وانا مدرك ان انا مع احترامي لسؤال حضرتك والمفروض ان انا اريحك واجاوبك، بس انا عندي حجه عايزها تبقى مبروره. اللي انا متاكد منه ان كل من موجود في الحج هذا العام المفروض ان هو مقبل الى الله مش مقبل لبشر، ومن كان مقبل لبشر فعنده مشكلة مع الله وعنده مشكلة في بذل مجهود بذله، الله أعلم نتيجته إيه. لكن كل من قدم لله، سيد الحسين، ربك يقبل ويرحم. آمين. أما من عنده مظلمة فطبعا هناك من ينادي لبيك اللهم لبيك، فيقول له الله الله لا لبيك ولا سعديك، وده في حالة واحدة، اللي عنده مظلمة ما رجعهاش لحد، اللي واكل حق حد، اللي معذب مراته واخد ولادها وطلع يحج وبيبكي في عرفة من خشية الله والست مظلومة ومتاخد حقها، اللي واكل حق يتيم، اللي الله سبحانه وتعالى يغفر، لا تقبل لهم التوبة، يرد المظالم. الله سبحانه وتعالى رحيم رحيم رحيم، يعني يسامح فيما بينك وبينه لكن لا يسامح فيما بينك وبين الناس حتى ترد إليهم الحقوق. إحنا كلنا بنتكلم عن مراعاة حقوق الله، لكن من يتكلم عن مراعاة حقوق الناس؟ الله سبحانه وتعالى يقول لك راعي حقوق الناس، أسامحك في حقوقي، اللي قصر في صلاة يغفر، اللي قصر في الصيام، اللي قصر في كذا، لكن اللي عنده مظلمة مع الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى، احنا الاتنين مليون ونص نطلع على جبل عرفات ان شاء الله، ننزل كيوم ولادتنا امهاتنا، كيوم ولادتنا امهاتنا. لكن انا بضم صوتي لصوت الاستاذ حسين، ان انا عايز اقول له يا استاذ حسين كلامك صحيح، اللي واكل مظلمه حد، اللي واكل حق حد لابد ان يرجعه. واشكرك انك بتذكرنا بكده، لعل حد من الحجاج يكون بيسمعنا الان فيقول لا والله ما ده انا طالع عرفه بعد غد، والله لا ارجع الحقوق، واللي ناويين يحجوا السنه الجايه يرجعوا الحقوق.
الحقوق، فانا يعني معاه في نقطه وملتزم الصمت في نقطه. بالتاكيد، يعني انت محرم ونحن نتجه الى الاحرام ايضا، ولذلك يعني هذا اللقاء بعنوان روحانيات رحله الحج. شكرا لك الحسين. معنا اتصال اخر مع علي الجابري من السعوديه. علي الجابري. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. احب احيي الشيخ عمر. اهلا وسهلا استاذ علي. استاذ احمد حياك الله. واتمنى الحجاج ومشايخ وعلماء ان يدعو بلم شمل المسلمين في هذه الايام المباركه، ولا تقع فتن، وان يجنبنا الفتن ربنا ان شاء الله، وجنب البلدان اللي فيها مشاكل. و الو، نسمعك. نسمعك استاذ علي، تفضل. من جميع القنوات بس مثل هذه البرامج. السلام عليكم. شكرا استاذ علي الجابري من السعوديه. عايز اعلق على كلام اخونا الاستاذ علي الجابري من السعوديه. عايز اقول لحضرتك ان هو فكره اساسيه في فكره الحج وحده المسلمين، فكره صحيح. الوحده، فكره الـ من اول الزي الواحد الى الكلمه الواحده الى الهدف الواحد الى الجهة الواحدة الى الطريق الواحد الى التجمع في المكان الواحد حتى لو ضيق. كأن المعنى يعني بعض الناس يقولك هو ليه الحج في مكان يعني محاصر بالجبال بهذه، تخيل لو كان الحج في ارض واسعة مفتوحة. ما لا، كأن المعنى اخبطوا ببعض، حتى دوسوا على بعض واحتكوا ببعض، كلها معاني تؤدي الى الوحدة، بس افضلوا مع بعض. يعني فكرة الواحد ده فكرة اصيلة. وبعدين دين عنوانه التوحيد، فكيف لا يكون أصحابه يعني أصحابه موحدين، فكيف لا يتوحدوا هم على فكرة بتقول فيها لبيك اللهم لبيك. تخيل 2.5 مليون. أنا ساعات بسأل نفسي هم بيروحوا فين ال 2.5 مليون دول بعد الحج؟ أين يذهبوا؟ يعني الروح دي، القلب الواحد، وكل واحد خايف يغلط في اللي جنبه أو يعلي صوته لأن خايف على حجته. إذا كنت أنا خايف مع أخويا أن أنا أغلط في أي حد من لأن عندي حجة. صحيح. فالناس تحت يخبط ولسه هيغلط يمسك نفسه. أين تذهب هذه الروح، هذه الوحدة؟ هذه نقطة مهمة أعتقد أننا نحتاج إلى نفتح فيها المجال كثيرا، ولكن توقفنا عن تهيئة النفس ليوم التروية. يعني كان هناك سؤال أوصاني به كثير من المصريين هنا في حج القرعة، أنهم لن يتوجهون إلى منى وسيتوجهون مباشرة إلى عرفات. يعني ويعني بعثة الحج المصرية يعني جاءت لهم بفتاوى تؤكد أن ذلك ليس فيه مشكلة. لا، هو يوم التروية التواجد في منى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زي ما احنا كنا بنقول من شوية، هي الفكرة اقعد مع نفسك، تهيئة النفس ليوم عرفة. اهدى كده، ركز، انت بكرة ربنا هيغفر لك، عايز ايه؟ فكر، طب ايه الاخطاء اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت والسنين اللي فاتت؟ طب ناوي توقف ايه؟ كثير منهم يشعر ان الحج منقوص بهذا. انا مش موافق على كده. يعني شوف، رغم ان انا اللي بقول لك قيمه منى والبقاء في منى، طيب حصل اي مشكله في البعثه والبعثه قالت مش هنروح منى. طب انت محرم. يعني انت عايز ربنا يغفر لك. تعامل مع الوضع لانها سنه، هو مش يعني ليس ركن يعني من يعني اركان الحج. مشكلة. لا مشكله، لانك مش هتيجي تعمل مشكله هنا. يعني مش هتنفع تعمل مظاهرة. يعني اليومين دول أصل يعني إيه، فمش هينفع تعمل مظاهرة وتقول يعني إلى منى إلى منى إلى منى وإلا مش عارف. يا عم أنا محرم وأنا تعلمت حاجة يا أستاذ أحمد، وبهديها والله لإخواننا الحجاج المصريين اللي موجودين معانا السنة دي، بقول لهم طول ما أنت توجهت إلى الحج، طول ما أنت ملتزم لا للجدل ولا للصخب ولا للخناق ولا للخصام، وماسك نفسك يا رب عشان تبقى حج مبرورة. ما هو يعني ايه حج مبرور؟ هذا ياتي في اطار الايه الكريمه التي بدانا بها، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من حج فلم يرفث، كيف يكون التطبيق؟ من حج فلم يرفث ولم يصخب رجع كيوم ولدته امه. فانا من سنه، لكن الجدل والخصام ممكن يبوظ الحج المبرور. ففقه الاولويات يجعلك تقول انا هلتزم، مش هقدر اغير هذا الكلام. مش معنى كده انك مش هتروح تتكلم، ممكن يا جماعه نروح منى، لا مش هينفع، والبرنامج هكذا. مش هتخانق. ليه مش هتخانق؟ لان انا بحج، لان انا عايز ربنا يغفر لي وتكون حجه مبروره، ومش عارف هتيجي تاني امتى. فبالله عليك، بالله عليك، لو حد ضايقك، لو حد عمل فيك كذا، لو حد امسك نفسك. وانا اذن لي عايز الفت النظر لايه.
تفضل. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. إيه فكرة الآية دي؟ صحابة جعانين داخلين محرمين طول الطريق مش لاقيين أكل مش لاقيين أكل مش لاقيين أكل، دخلوا الحرم فيلاقي الصحابي ماسك الرمح في إيده ممنوع تصطاد، يلاقي الطائر جه وقف على الرمح بتاعه بعد ما دخل الحرم، يعني يمسكه كده ياكل. طب ليه يا رب اشمعنى دلوقتي؟ فجت الآية يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله يختبركم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. سنبتلى كل الاتنين ونص مليون، كل واحد هيجي له حتة ابتلاء، اللي تضيع شنطته واللي واحد يدوس على رجله واللي الأتوبيس السواق يعمل مش عارف يعمل ايه واللي يدلق عليه ايه واللي يقول لهم مش نتذكر لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. امسك نفسك امسك نفسك عشان تبقى مبرورة، وبعدين هي مبرورة من غير مشاكل، ازاي تبقى مبرورة ما انت لازم تبتلى. طيب معنا اتصال مع مروة علي من ليبيا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. تحياتي للشيخ عمر خالد. اهلا بك يا استاذة مروة. انا عندي سؤال، يعني يوم الصيام في وقت عرفة يقولون يوم السبت ما تصحش الصيام، هل طيب هذا صحيح ام مكروه يقولون؟ شكرا مروة علي من ليبيا، تسأل عن الصيام في يوم عرفة وربما تجيب عن ذلك، ونتحدث عن يوم عرفة وكيف نؤدي هذا اليوم في إطار المناسك. يوم عرفة للناس اللي هنا وللناس اللي في بلادهم. عن هذه النقطة، الصيام إن كان سبت. لا لو بنتكلم عن هنا طبعا احنا لا نستطيع، يعني نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام يوم عرفة للحجاج. نعم. لكن الناس اللي في الخارج طبعا صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة قادمة. حتى لو سبت تصوم؟ حتى لو سبت طبعا صيام يوم عرفة يعني يصام مهما كان اليوم، حتى لو جمعة حتى لو سبت يكفر سنة ماضية ويكفر سنة قادمة. دي الحاجة الأولانية. الحاجة التانية خير الدعاء، دعاء يوم عرفة، دعاء يوم عرفة مستجاب للناس اللي في بلادها بس مش للحجاج فقط، كمان للناس اللي في بلادها. وخير، والنبي حديث ثاني للنبي، أكثر يوم يعتق الله فيه الرقاب يوم عرفة. يعني ليلة القدر مخفية، احنا ما نعرفش أي ليلة ليلة القدر، لكن يوم العرفة معلن. فالحقيقة ده ياخدنا يوم عرفة زي ما انت بتقول. انت متخيل حضرتك ننزل من على جبل عرفات مفيش علينا خطايا؟ حضرتك هتحج يا استاذ احمد؟ ان شاء الله ان شاء الله. تخيل انا وانت احنا عارفين اخطائنا وذنوبنا، تخيل 2 مليون ونص، 2.5 مليون نازلين من على جبل عرفات، ولذلك الشيطان ياخذ التراب ويحث التراب على وجهه يعني يقول افسدتهم في سنوات وغفر لهم في يوم. حاجه هتقول لي طب ومعقوله كده في يوم؟ الله رحيم جدا، انتوا مش جيتوا لي؟ انتوا مش قدمتم الى الله؟ وهي فكره المغفره وراها معنى لاصلاح الارض كبير جدا، بمناسبة ان احنا عايزين نعمل نهضة في بلادنا وعايزين نصلح في بلادنا. الذنوب ثقل على الظهر ومتقلة البني آدم، والإنسان اللي عايش في الذنوب بقاله فترة بيستمرق بعد شوية ويقول خليني عايش كده، فيأتي يوم فاصل فيقول الله تبارك وتعالى كل اللي فاتك مسح، فيتهيأ هذا الإنسان فلنبدأ من جديد ويأخذ همة جديدة ويتجدد الأمل وتتجدد فكرة الإصلاح. تخيل لو الإله لا يغفر الذنوب، تخيل لو مفيش كلمة مغفرة وتوبة، كم كان الفساد هيكون في الأرض. صحيح. فيأتي يوم عرفة، وكأن فكرة المغفرة والتوبة في الإسلام وراها معنى نهضوي إصلاحي، هو خط رجعة للفاسد يمكن أن يعود، خط رجعة للفاسد، وكأن بسبب توالي الأخطاء والفساد تصل إلى مرحلة التبلد والشعور إن مفيش فايدة خليني كده، فتحتاج إلى هدية غير عادية، تحتاج إلى موقف من الله غير عادي، كأنه بيقول لك تستطيع أن تبدأ من جديد فلنعد إلى إصلاح الأرض. فكرة التوبة، فكرة المغفرة، فكرة رمضان، فكرة يوم عرفة وراها فكرة إصلاحية لناس تتجدد هممهم من أجل نهضة، من أجل إصلاح، من أجل الخير. هذا لمن استطاع إليه سبيلا، من لم يستطع إليه سبيلا الذين يشاهدون الآن الملايين من خلال شاشة الجزيرة مباشر والجزيرة مباشر مصر يشاهدون الكعبة وراءنا ويرون الحجاج يستعدون لأداء المناسك،
ولكنهم لم يتمكنوا من القدوم إلى هنا، كيف يرتبطون معنا بهذه الأجواء؟ يرتبطون معنا بهذه الأجواء أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث جميل قوي، بيقول ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى من العشر الأوائل من ذي الحجة. مش للحجاج بس، دي أحب أيام إلى الله في السنة. أي عمل صالح تؤديه في هذه الأيام أنت حبيب الرحمن، يعني هذه الأيام تدخلك على ربنا بمنتهى السرعة. أنت طول السنة بتقول يا ترى ربنا راضي عني بيحبني، هذه أيام أيام محبة الله للمقبلين بالحسنات. صيام النبي كان بيصوم التسعة الأوائل لما لو كان ما بيحجش بيصوم التسعة الأوائل، صدقة، قيام، قراءة قرآن، إحسان إلى الناس، عمل خيرات، إصلاح في الأرض، عمل تطوعي، كل أنواع الخير حبيبة إلى الله، بالذات الصيام التسعة الأوائل. طب واللي ما صامش يكمل اليومين اللي جايين. وبعدين الدعاء، والله يا أستاذ أحمد أنا الدعوات الكبرى في حياتي، القضايا الكبرى في حياتي خلصت بدعاء في هذه الأيام، سواء كنت في مصر أو كنت هنا في عرفة. وليه مع هذه الأيام إن أنا بنتظرها من السنة للسنة، لأني محضر 3-4 دعوات ألح عليها إلحاح شديد، والله تنقضي السنة فلا يأتي العام القادم. يعني أذكر إن الحج الماضي كان عندي دعوة أساسية، اللهم اجعلها سنة فتح، لأن كانت الأمور ضاقت علينا ضيق شديد، اللهم اجعلها سنة فتح. وكنت أدعو وأرى أن الله فتح لي وفتح للناس كثيرين فتح كبير. الدعاء الدعاء الدعاء، كذلك النية. إن الناس ما هي الدعوات التي خصصتها لهذا العام دكتور عمر؟ يعني ما تستطيع أن تفصح عنه؟ يعني ما أستطيع أن أفصح عنه. دعوة لبلدي والإخواننا في ليبيا والإخواننا في تونس والإخواننا في اليمن والإخواننا في سوريا وللأمة العربية والأمة الإسلامية. أنا مخصص هذه الدعاء، وطول ما أنا ماشي المصريين والليبيين والتوانسة بيقابلوني ادعي للبلد. أول مرة على فكرة تجد بهذه الصورة، يعني أنا كثير لاحظنا ذلك. يعني بشكل عندما نسجل كبير مع الحجاج هنا نجد أن الدعاء للبلد يعني ربما لم يحدث من قبل. كلمة جديدة. نعم. كلمة جديدة، ادعي للبلد. وده في حس وطني وحس إصلاحي عالي وخوف على البلد. فأنا الحقيقة أحد الدعوات الأساسية، ولي دعوة أنا في ذلك مخصوصة، اللهم أصلح بي في بلدي واجعلني سببا في نهضة أمتي. يعني هذه أمنية شخصية أعيش بها وأرجوها أن أكون سبب في الإصلاح وسبب في النهضة. أمين. طيب معنا اتصال من العراق مع رائد. أستاذ رائد من العراق، فقدنا الاتصال. طيب يعني كنا نتحدث عن من هم يشاهدون وكيف يرتبطون بنا، ولكن أيضا هناك مسألة المصالحة مع النفس والمصالحة مع الآخر. بالتأكيد يعني كلنا يأتي لهنا ومعه الذنوب وأيضا بينه وبين الآخرين بعض الشحناء والبغضاء. هل من السهل أن نصفي أنفسنا ونسامح ونتصالح، أم هذا يعني النفس البشرية بشكل عام؟ يعني كان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني هو صحيح النفس البشرية مليانة تضاريس ووديان وجبال ومنخفضات ومستهلة، لكن عندما تجد سهولة رحمة الله في العفو يصيب النفس في اللحظة دي شعور بالاستعداد أنها تنبسط كده وتقول الله الخالق على كل أخطائي يعفو عني في يوم. أستاذ أحمد إحنا هننزل من على جبل عرفات ما فيش خطيئة. بيقول لك أول ذنب تعمله وإنت نازل من عرفة أن تظن أن الله لم يغفر لك. ده يكون أول ذنب. فتخيل الصفحة بيضة، خلاص إحنا أولاد النهاردة، كل اللي فات اتمسح أبيض. إذا كان الله سيفعل معك ذلك، طب ما تعفو. يعني هتجد النفس غصب عنها بتتحدث بهذا الأمر. الله في عظمته رغم كل أخطائي شال من علي كل ما مضى، وما شالش السيئات والحسنات، لا ده شال السيئات وساب الحسنات. ما شاء الله. مش كل ما فاتت مسح بخيره وشره، لا الخير زي ما هو والشر كله اتمسح. يعني لو مت أنت من خلال خبرتك دكتور عمرو، هل وجدت من يستصعب المسامحة أو المصالحة حتى وهو هنا في هذه الأجواء؟ أنا عندي ملحوظة، كل عرفة يأتيني ناس على عرفة يقول لي أنا في واحد عمل فيه كذا 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 كذا،
انت شايف ايه؟ اقول له يا عم ربنا، اقول له الكلمتين انا قلتهم، ربنا سامح. انت مش هتسامح؟ والله والله تبص تلاقي كده الدمعه اتحركت، يقول لي اصل ظلمني قوي بس انا مسامح. سبحان الله. هي ايام عفو. لا، واعرف حاجه تانيه، اعرف ناس على عرفه علشان ساعد غروب الشمس حدثت المغفره تماما وهو نازل، فيبدا من الظهر للعصر في ناس عملوها جميله قوي، يقعد يعمل تليفونات، يا فلان اللي فات مات، احنا اولاد عم ومتقطعين بقالنا سنتين ثلاثه، على ايه؟ ربما شاهدت ذلك بنفسي هنا مع شفتها. نعم، يعني منذ قدومنا الى هنا. والله يا استاذ احمد مرات ومرات ومرات، بالذات في لحظات عرفه، لان النفس بتكون في قمه الصفاء. أكيد. وهي يعني هو يوم من ايام الله، ربنا بيتجلى فيه برحمته ومغفرته. أكيد. وعفوه ودعاء مستجاب وعتق من النار، فالنفس بتطلع عن الارض كده، بتسمو عن صغائر الارض فبتعفو. معنا اتصال مع عبد الغفور حياني من قطر. السلام عليكم. وعليكم السلام. حج مبرور استاذ احمد، انت واخي عمر وكل المشاهدين ومن معكم في هذه الاراضي المباركه. نسال المولى الكريم بان يطعمنا كل مشتاق. امين يا رب. اخي استاذ عمر، بارك الله فيك على ما تاتي به من ايضاحات ومن هذه ما اكرمك الله به. المولى عز وجل يقول: هل من مستغيث بلطف العفو نسعفه، ولائذ بجميل الحسن نتحفه، وان عراك بلاء نحن نصرفه، وان اصابك ضيم نحن نكشفه، وكل امر يرى صعبا يهون بنا. اخي عمر، احملك امانه امام الله عز وجل بان تدعو لنا لاهل سوريا. هم الان ياتوني باتصالات، حمص تخفف بالمدافع، والاطفال تقتل، والنساء تتشرد. يا اخي عمر، اخي والله بندعو. نعم، ارجو من الباري عز وجل ان يسكنك فسيح دينا في الدنيا. أمين. وفي الاخره. أمين. لا تنسونا بالدعاء لاخوتكم ولنصرة كل الشعوب والمظلومين، وجزاك الله عنا كل خير. اخي عمر، اخي عبد الغفور، انا اعدك ان شاء الله على عرفه انا وكثير من يسمعني الان، انا اشكرك انك ذكرتنا، سندعو لاهلنا وشبابنا واطفالنا في سوريا، ربنا يحفظهم، يحقن دماءهم، يحفظ بلادنا، ينصرهم. هندعو لكم دعاء شديد شديد شديد، اعدك بذلك. وانا يعني انا نيتي في هذه الحجه الدعاء زي ما انا قلت لمصر، لسوريا، لبلادنا، فربنا الحافظ والناصر يا اخي الكريم. دكتور عمرو، يعني الدعاء ينال كثير من الأسئلة من المشاهدين، وربما أيضا أنت ذكرت أنك يعني تخصص دعوات معينة لكل عام، هل هناك منهجية في الدعاء؟ هل يعني لابد أن نضع خطة مثلا في الدعاء، أم يكون الدعاء بالفطرة؟ أنا حابب جدا فكرة، مش عايز أقول منهجية عشان ما نصعبش على الناس، بس فكرة خطة، إن أنا حاطط خطة للدعاء. بمعنى أول حاجة، أنا عندي أربع خمس دعوات هركز عليهم الخمس أيام دول، هطوف هدعي بنفس الدعوات، هسجد هدعي بنفس الدعوات، هروح التروية هدعي بنفس الدعوات، في عرفة طول ما أنا قاعد أوقف دعاء علشان تعبت عشان أرجع أدعو تاني لغاية المغرب، وأفضل ألح ألح ألح، هعمل طواف الإفاضة، هدعو بنفس الدعوات. أنا عندي خمس أشياء، فدي أول حاجة في الخطة تحديد، مش كده أي حاجة تيجي، لا، أنا عندي موضوعات محددة وطموحات وأهداف، فدي الجزئية الأولى. الحاجة التانية إن الدعوات بتاعتي فيها تنويعة، فهناك ما أريد لنفسي، وهناك ما أريد لأهلي، أبويا وأمي، أولادي، وهناك من أريد لأمتي، لبلدي، لمصر، لليبيا، لتونس، لسوريا، لليمن، للعراق، لفلسطين، يعني وكلنا مطالبين ان احنا ندعو لفلسطين، هذه ايام اجابه. فاقصد ان هناك ترتيب، اولا الحاح شديد، تحديد محدد لعدد من الدعوات، ثم ما بيني وبين اهلي وبين امتي، ومش عيب ان انا اطلب من اشياء الدنيا، مش عيب ان انا اطلب مال، مش عيب ان انا اطلب سعه في الرزق، مش عيب ان انا اطلب نجاح معين، تحقيق هدف لمشروع معين، لشركه معينه. الدعاء بكل ما تتمنى، هذه ايام طموح. انا تاني مركز على حديث النبي، خير الدعاء دعاء يوم عرفه. كان يعني ايه خير الدعاء؟ اكتر دعاء يستجاب، قريب من الله،
لان ناس متجرده وناس وايام حبيبه الى الله. في اطار ايضا الحديث عن الدعاء، هناك من يوصي الحاج بدعوات معينه وربما يصل عدد المصين بالمئات او العشرات، كيف نتصرف في ذلك؟ ولكن معنا اتصال من السعوديه مع عبد الله صالح. الو. ايوه عبد الله صالح، اهلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام. حدثنا من الهاتف وخفض صوت التلفزيون لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. نسمعك سيد عبد الله، تفضل. كيف الحال؟ الحمد لله. الدكتور عمرو خالد. الو. يسمعك الان، تفضل مباشرة، استرسل في الكلام. بأسأل أسأل بس واحد محدد. لماذا مات لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حفوا الشوارب وعفوا اللحى؟ أنا بغى أسألك في هذا السؤال بس. لماذا ما تحف اللحية وتحف الشارب تمام. طيب شكرا سيد عبد الله، ربما هذا خارج اطار ما نتحدث عنه، ولكن ان كان لك تعليق في ذلك دكتور. لا يعني اللحيه سنه مؤكده وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، احنا حريصين عليها ونلتزم بها، لكن اذا كان هناك فروض ستتعارض مع سنه فالاولويه لاقامه الفروض. طب هل هناك فروض تتعارض مع سنن؟ نعم هناك فروض تتعارض مع سنن، لاننا رسالتي موجهه لشباب مسلم، منهم شباب صغير موجودين في كل انحاء العالم، قد يواجهوا يعني بسبب ظروف الحياه وبسبب ظروف كثيره تضييقات شديده، خلينا ندفع الشباب نساعدهم على انهم ينتقلوا ينجحوا ويكبروا بدينهم، فخلينا نقدم هذه الرسالة، وفي نفس الوقت احنا نؤمن بأن اللحية سنة واجبة من الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب كنا نتحدث عن مسألة التوصية بالدعاء للحاج. والتوصية بالدعاء للحاج يعني مشكلة. هذه في رقبتنا، في رقبة من ينوي الحاج يعني بالتأكيد. لا وهو طبعا كل مكان هناك مقربين وهناك أهل وهناك أصدقاء مقربين لهم علينا حق وواجب. صحيح. فأكيد هندع لهم. لكن مثلا يعني انا مثلا في حاله زي حالتي، هناك شباب صناع الحياه في مصر وفي العالم، في السودان في الجزائر، يوصوني بالدعاء، فانا بركز في الدعاء لصناع الحياه واقوم داعي ليهم دعاء مخصوص. ويعني وامبارح كنا عند الملتزم، فالواحد كده لصق يعني جسده بالكعبه وفضل يدعو فعلا لصناع الحياه بالنصر. هناك اشخاص مقربين، ناس بتحبهم، تريد ان تدخل البسمه على وجوههم، تدعو لهم هنا يعني قدر الامكان. وبعدين بقى لما تتزنق قوي تقول يا رب كل اللي وصوني بالدعاء ارضى عنهم، وقدر قدر الامكان. تمام. ويسامحونا لو المفروض يعني المفروض علشان الجهد وعلشان نعم. معنا اتصال مع احمد عبد الصمد من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام يا احمد. ازيك استاذ عمرو؟ اهلا بيك يا احمد، اهلا بيك. انا حضرتك من تلاميذ حضرتك ايام ما كنا في الحصري تحت. اهلا بيك يا احمد، اهلا بيك. اهلا بحضرتك قوي احمد عبد الله. احمد عبد الصمد في خدمه حجاج هنا في السعوديه. اهلا بيك يا احمد. دلوقتي حضرتك عايزين حضرتك تكلمنا عن فضل خدمه الحجاج في الايام ديت. ثانيا ان انا عايز اعرف بس حضرتك هتبقى في مخيم ايه عشان عاوزين نيجي حضرتك. وعايزني اقول لك على الهوا كده على الهوا. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. طيب انا بس يعني ستسبب ازدحام يا احمد، نحن نتحدث لا جدال في الحج. يعني الله يكرمك يا استاذ عمرو، يعني بالذات فضل خدمه الحجيج، يعني كلنا بن عاوزين بس فضل خدمه الحجيج ديت. هل حتى لو ما حجناش نعم. ربنا يكتب لنا نفس الثواب يعني. شوف شكرا يا احمد. شكرا. اولا خدمه الحجيج ديت، انت متخيل ضيوف الرحمن وانت بتكرمهم؟ انا كنت اليوم مع يعني احد الاساتذه واهل المملكه، الناس الكبار سنا ومقاما، فهو مصر ان هو يقف غدا بنفسه، هو اللي يخدم على الحجيج ميه مويه زي ما بيقولوا، واكل وخدمه حاجه جميله جدا. يا بختك يا احمد، انت كده بتعمل بترضي ربنا بانك بتكرم ضيوفه.
تخيل ما شاء الله. المنزلة، حتى لو كان ما قدرلكش الحج السنة دي فدي حاجة كبيرة ومنزلة عظيمة. أما بقى المخيم اللي أنا فيه فين أكيد مش هقول لك، لكن لو حبيت تتصل بالجزيرة ما تاخد شاء الله. نمرتي علشان أقول لك بشكل شخصي بعد بعد اللقاء إن شاء الله. إن شاء الله. طيب دكتور عمرو، كان معنا يعني بعد صلاة المغرب تقريبا مجموعة من المسلمين الجدد الذين دخلوا في الإسلام حديثا وجاءوا هنا لأول مرة في مكة، وتحدثوا عن روحانيات شديدة عندما شاهدوا الكعبة لأول مرة. نعلم أن المجتمع الغربي يتميز بالحسية والمادية، نعم ولكنهم يعني تحدثوا ربما بما لا يتحدث به المسلمون الذين ربما اعتادوا على زيارة الكعبة. كيف نفسر ذلك وكيف أيضا نستثمره؟ يعني هو أولا المسلمين الجدد لما بيأتوا الموسم الحج ويشاهدوا هذا الكم الرهيب من الروحانية بيكون تأثرهم أحيانا يعني مختلف حتى عن تأثرنا بشكل كبير. هو الحياة المادية الرهيبة بتخليه يتأثر. أنا أذكر إن سألوا أحد الجنرالات في الجيش الأمريكي، لو عندك 2 مليون واحد إزاي المدة اللي تحتاجها طب عشان هل يمكن أن تنظمهم؟ نعود لهذه النقطة؟ ولكن معنا اتصال محمد، لا تريد أن تنتظر كثيرا. إسراء محمود من مصر. إسراء محمود، طيب نعتذر منك أكمل. فلتكمل هذه النقطة. نعم. فهو كان عنده بيقولوا له تنظم في قد إيه 2 مليون واحد؟ قال لهم لا، 2 مليون واحد تحتاج تنظيم وفقا لترتيبات الجيوش لو هم هذا منضبطين. جنرال جنرال في الجيش الأمريكي قال لهم تحتاج من 4 لـ5 ساعات عشان تظبط 4 مليون. قالوا طب دول بيتنظموا في مكة في أقل من 10 دقايق، أول ما بيقول الله أكبر تلاقي ودواير كمان، مش واقفين صفوف، دواير دواير أثناء دواير الأذان. أثناء الأذان، وبعدين كله يتوجه لمنى، كله يتوجه لعرفة، كله يطلع على مزدلفة، كله يطلع من مزدلفة على منى، كله يرمي الجمرات، كله يطلع يعمل طواف إفاضة. عايز أقول لك إن هذا المشهد مشهد نادر حقيقي في البشرية. يعني البشرية ما بتشوفش المشهد ده كتير، تخيله صعب. أنت متخيل ده إحنا لو 10 في مكان بس مزدحم شوية ممكن الناس تتقاتل. فتخيل 2.5 مليون في مكان محدود ومع ذلك مفيش حادثة، 2 مسكوا بعض وطلعوا في بعض ضربوا بعض. هناك شيء بيجعل كمان اللي جايين من الغرب او اللي جايين المسلمين هؤلاء اللي جايين الجدد ينبهروا بدقة الإسلام. بيزعلهم حاجات تانية بيشوفوها في من أخطاء، لكن الدقة، النظام، الوحدة، قوة التحرك بشكل موحد، كل ده بيأثر فيهم. بس كيف نستثمره؟ احنا محتاجين، احنا الحقيقة مش مهتمين كويس بالمسلمين الجدد ولا نتعامل معهم، خاصة يعني من ربما العالم الغربي الذي يعني في يده السيطرة السياسية حاليا على العالم بشكل نعم. عام. يعني هل تعتقد أننا نهتم بهم بشكل كافي؟ هل نوفيهم حقهم؟ أنا خاصة يعني أنا أنا أنهم يمثلون الإسلام في هذه أنا بس عايز أحيلك لعبسة وتولى. يعني أنا مش عايز يكون نظرتنا للمسلمين الجدد اللي جايين من الغرب فيها، يعني أنا فاهم النقطة اللي أنت نعم. بتقولها تماما، بس أنا المسلم أنا الجدد اللي أسأل جاي من لماذا، لأن الفلبين دائما يعني يلصق الإسلام أو من يدخل في الإسلام يقال ربما الفقراء أو ما أو غير نعم المتعلمين أو المحتاجين فقط، ولكن يعني نحن شاهدنا الآن، كان مع يعني سجلنا مع بعض فعلا الفقراء وما إلى غير ذلك نعم من دول فلبين، آسيوية، من أفريقيا، ولكن من أيضا هناك المتعلم نعم الذي وصل إلى أرقى درجات العلم نعم والمناصب وفي العالم المتحضر في الغرب ويختار بنفسه الإسلام. أنا مؤمن إن هو لابد أن تكون هناك وسائل توعوية، وأنا أظن إن ده موجود هنا في المملكة. في موسم الحج بيكون فيه اهتمام شديد بلغات مختلفة، نعطيهم اهتمام بس ما يكونش على حساب فكرة عبس وتولى، أما من جاءك يسعى وهو صحيح. فعايزين نهتم ويكون هناك أشياء محددة في الحج للمسلمين الجدد، لغير الناطقين بالعربية، للقادمين من دول ما فيش فيها أغلبية مسلمة، يكون لهم تكريم ويكون لهم حفاوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده بشكل واضح، بس دون تفرقة بين صحيح. أوروبي وأفريقي وأسيوي. نعم، معنا اتصال من السودان مع أحمد. أحمد إسماعيل من السودان.
أحمد إسماعيل من السودان معنا؟ طيب فقدنا الاتصال مع أحمد إسماعيل، وربما هو الاتصالات في مكة برضو بالمناسبة الأمور مش سهلة يعني نظرا هذا الحجم والعدد الكبير بالطبع، فإحنا ملتمسين لأحمد إسماعيل يعني وللجزيرة. نعم. طيب في مسألة أيضا المسلمين الجدد بشكل عام، ويعني هذا المشهد الذي نراه، أنت تقول يحتشد مليوني أو مليونة ونصف مليون حاج مسلم من مختلف الجنسيات ومن مختلف اللهجات والبلاد، كلهم يتوحدون على دعاء واحد واتجاه واحد وكل ذلك، ولكن يعني بالنظر إلى ذلك الذي يتكرر كل عام ربما نجد فجوة بين هذا المشهد وبين أحوال المسلمين، يعني هو بما نفسره. ما انا كنت لسه بقول لك من شويه ان الواحد ساعات بيتساءل نفسه، كل سنه بيجي 2.5 مليون كانهم في معسكر تدريبي، على فكره هو معسكر تدريبي اخلاقي، يعني انا بعتبر الحج عباره عن معسكر تدريب على الاخلاق، لانك لا تجادل ولا تشتم ولا تتخانق ولا تعلي صوتك ولا تضرب ولا 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 فسوق ولا اي نوع من انواع الفسوق. انت متخيل تقعد لمدة 5 ايام في زحمة شديدة، اضبط اعصابك لمدة 5 ايام منضبط علشان تقبل حجتك، والناس بتنضبط فعلا. فهو النقطة اللي دايما بتؤرق الواحد، طيب ده انت عملتها في الصعب، طب لما ترجع بلدك هتعرف تنضبط اخلاقيا؟ الحج تدريب اخلاقي، والحج تدريب اخلاقي في ظروف صعبة، علشان لو نجحت في هذا التدريب يبقى تقدر تنجح فيما هو أيسر وأسهل. أنا أعتقد أن المسلمين اللي جايين هنا جدد بقى وغير جدد، يعني أنا خدت سؤالك على بعض وعايز أقولك أن الجميع لو نوينا نعود إلى بلادنا متمسك 50% من اللي كنت عليه من الأخلاق في الحج، ضبط النفس، عدم الغضب، الرحمة بالناس، لو رجعنا 50% والله كمية الرحمة اللي تنتشر في العالم اللي انتشر فيه 2.5 مليون حاج دون هتكون شيء غير عادي. معنا اتصال من الجزائر مع وحيد بن جدو. اهلا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاخ السلام عليكم، مساكم الاخوة. اهلا بيك. مساك عمرو وخالد. اهلا وسهلا. اليوم الامام في الجامعة في صلاة العشاء، نسمعك تفضل. ها يعني حدثنا من الهاتف سيد وحيد لو سمحت، خفض صوت التلفزيون. الو، حدثنا من الهاتف تفضل. عن صيام يوم عرفه. نعم. الو، نسمعك تفضل حضرتك. للاسف انقطع الاتصال مع وحيد من الجزائر. يعني كنا ايضا نود ان نتحدث عن يعني أبرز المواقف وربما أبرز الأحداث التي صحابة رسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أيضا خلال أداء المناسك. هو أنا عايز ألفت نظر الناس لكذا نقطة. النقطة الأولانية أن النبي لما جه في منى، وخلي بالك إحنا بنخلص يوم عرفة نقعد في منى 2 أو 3 أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ونرمي الجمرات. النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل حاجة جميلة جدا، هو اللي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 120 ألف. 120 ألف دول النبي قسم الصحابة على الخيم اللي جاية من العرب اللي جايين من أماكن مختلفة علشان هيعيشوا مع بعض 3 أيام. فتخيل كمية التواصل اللي تم بين أصحاب النبي وبالناس الجديدة اللي لسه قادمة، وحرص النبي أن 3 أيام يكونوا كده. أنا عايز أطلع من دون بفكرة معينة، إن منى أيام مهمة جدا، منى أيام تعارف، إقامة علاقات لناس اتعرفت على الخير وقربت من ربنا وغفر لهم في لحظة واحدة، أيام جميلة في حياتهم، ذكرى لن تنسى. ممكن تعملوا علاقات حلوة علشان لما ترجعوا بلادكم تكونوا شبكة علاقات مفيدة لبناء بلادكم، يعني استفيدوا من الحج. الحقيقه الناس بتتعامل مع منى، طب وهي ايه فايده منى؟ طب احنا قاعدين في الخيام دي بنعمل ايه؟ بتقيم علاقات. طب هو ده دي مش عباده؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى، يعني هنقعد ناكل ونشرب؟ ايوه. ليه؟ يعني انبسطوا. ليه؟ اتعرفوا على بعض،
تضحية الحج وراء معاني المصلحة الأمة والإصلاح والنهضة خطيرة أستاذ أحمد. تربية الأخلاق، وأنا بعتبر أن الأخلاق هي البنية التحتية لنجاح أي دولة من الدول. الوحدة، التعارف اللي حيقام بين الحجاج اللي حيبقى مستواهم متقارب ماديا واجتماعيا وإيمانيا لأن هم حجوا في نفس المستوى مع بعض، ارجعوا قيموا علاقات قوية للنجاح في المستقبل. الحج تهيئة 2 مليون لما يرجعوا في الأمة يعلوا المستوى الأخلاقي والروحاني والوحدوي داخل الأمة الواحدة، فتعلى الأمة كلها بالاتنين مليون للحج. طيب السؤال الأخير، عندما إن شاء الله ننتهي من أداء مناسك الحج ويعود ضيوف الرحمن إلى بلادهم، كيف يمكن أن يحافظوا على الحجة كما يقال في الشائع؟ أود أن أحافظ على الحجة ولكن هناك من يعني لا يستطيع ذلك بعد فترة قليلة، وتختم بدعاء أو كما تشاء. يعني هو كيف يحافظوا على الحجة؟ إن هو يبقى أول حاجة مدرك إن ربنا سبحانه وتعالى غفر له كل اللي فات، فما فيش داعي يعني يقعد يأخر أول خطأ، يعني يقعد يقول طب بلاش طب نأخره شوية. الحاجة التانية الصحبة اللي تعرف عليها في الحج، يرجع محافظ معاها على علاقات وعلى ود، ما هو ده أهداف منها، فيرجع بصحبة كويسة وصحبة يتعاونوا سويا على الحاجة التالتة. ازاي يحافظ على الحج؟ لازم يعمل عمل تطوعي وخيري، ما يقعدش يتفرج، ما يقعدش يقول انا حجيت وخلاص، امنوا وعملوا الصالحات، لازم يبني في بلده. دعاء لازم دعاء الوقت وصلنا للنهاية. يعني انا الحقيقة عايز اقول لاخواننا اللي بيسمعونا والحجيج، سبحان الذي لا يشغله سمع عن سمع، سبحان الاتنين مليون بيدعوا للادي ويستجيب للجميع حتى لو دعوا في انفسهم، فربنا يتقبل منا ويعتقنا من النار ويغفر لنا ويجعل الحجة دي حجة رحمة ومغفرة. إن شاء الله كلنا ننزل من على عرفة كيوم ولادتنا أمهاتنا، ويغفر ويعتق ويستجيب دعاء كل اللي في بيوتهم واللي مش حاضرين معانا، ويجيب لهم دعوة إن هم ييجوا السنة الجاية ويشفي مرضاهم وينصر بلادنا، ينصر مصر وينصر ليبيا وينصر الجزائر وينصر إخواننا في تونس وينصر إخواننا في العراق في فلسطين، ينصر بلادنا وينصر الأمة ويعزنا ويكرمنا ويرفعنا ويحقق أملنا ويغفر ذنوبنا ويعتق ويرزقنا من النار ويوسع أرزقنا ويهدي أولادنا وينصر شباب الأمة وينصرنا على أعدائنا. آمين آمين، ربنا يستجيب إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. شكرا دكتور عمرو خالد، نشكرك جزيلا على هذا اللقاء، وكذلك نشكركم مشاهدينا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة عن روحانيات رحلة الحج، لكم جزيل الشكر وإلى اللقاء.